بويندوكس اليوم نستقبل الأورجانيكا. اليوم الهيئة في أشياء جديدة على الطاولة. الهيئة حنكون الشاي أورجانيك أو التيزان أورجانيك مع فراس عيتاوي. أهلا وسهلا فيك. بونجوري. بس كتير أوريجينال كمان مش بس أورجانيك. كتير جداد على لبنان وعلى الوطن العربي وعلى العالم تقريبا. هذه فكرة كتير جديدة. اليوم حنحكي عن شيء خاصه بعالم الأورجانيك تي بطريقة الماكس. يعني نحن دائما متعودين يا منلاقي تي مطحون يا منلاقي هيربز مطحونة مع بعضها يا منلاقي تي مثل ما هي الزهرة. وهيدي أصعب شيء لأن هي أكتر شيء بتكون أورجانيك ما مخلوطة بشيء أبدا. نقطفها من يبسها ونحطها بالماء. فهيدي هي الرينج ما نحكي عنها اليوم يلي برأيي الخاص كتير سبيشل. يعني في عنا حيكون في 5 أنواع. حنحكي عن شيء خاصه باللافندر, في حنحكي شيء عن خاصه بالزعتر ثايمين, في عنا شيء اسمه اللالندي, في عنا شيء اسمه البلو لافندر, في عنا شيء اسمه برغاتي. برغاتي هي نوع من المريمية بتطلع بجبال أناتوليا بتركيا. شو بيصير؟ هلا ناطرة لشوف كيف رح تستخدمهم. يعني ما بعد ما فهمتهم على المنظر لهلا بعدهم. لقى لي أرانجمون كتير حلو. كتير حلوين صحيح. بس أنا أعطي فكرة سريعة عنه. هودي الأعشاب بتتربى بطريقة أكيد أورجانيك, يعني سيرتيفايد أورجانيك. مثلا نقول أورجانيكا لازم تكون سيرتيفايد أكيد بجبال أناتوليا بتركيا, في مزارع خاصة ببيئة كتير حلوة كتير بعدها طبيعية مثل بقول ما فتلة الإنسان كتير. تنعمل بألمانيا, تنعمل الباكيجينج وبتجي لعند الأورجانيكا بلبنان. سيرتيفايد من الاتحاد الأوروبي إيكو سيرتيفيكيشن, يعني أصعب سيرتيفيكيشن موجودة بالعالم. كيف طريقة استعمالنا هلا حنمشي فيه ستيب باي ستيب. مثل ما شايفين نحن على الكاميرا هون في عنا شيء بتلاقيه مثل منزقين ببعض بتاج صغير. يعني خلينا نحكيها بتجي مثل تاج. بتجي مسكرة هي؟ لا هيدي في عنا سكشن خاصة للمطاعم والأوتيلات. أوكي. بس حبيت فجي على الهواء دغري. بتنشال وحدة منها هون بتنحط بقلب المي. أوكي. بتنترك المي 3-4 دقايق. هلا حنعمل شوي على الهواء منهم 3-4 دقايق وبنشربها. سمبل أزا. مثل خلينا نفس طريقة استعمال الشاي ولكن نحن عم يكون في عنا تفاعل مباشر مع العشبة. هعطي بس هيك تيب سريع بالنسبة للشاي نحن بنشتريه من السوق. معظم الشاي بنشتريه بالسوق بيجي مطحون, يعني مخلوط أعشاب مع بعضها مطحونة طحن. للأسف الشديد ثلاث أرباع بيكون مضروبة بشيء ما خصه بالشاي. هلا هون أصلا مش شاي عم نحكي, عم نحكي هون أعشاب. عم نحكي 100% مختلفة. نحن كلمة الشاي متعارف إنه كل شيء عشبي بنقول عندي يعني أيوه كل شيء سخن بنسميه شاي كأعشاب. أما هو كالتعريف هذا اسمه هذا زهورات هيربل تيز. صحيح 4-5 أعشاب مع بعض بيصيروا هيربل تيز. صحيح. فمثل ما قلنا هلا كل وحدة إلى خصائص ما كلنا منا فينا نشربون. أنا أنت فينا نشرب أي صنف من الأصناف. في شغلات إلى خصائص حلوة. يعني مثلا نحكي زعتر عم نحكي شيء ضد الالتهابات. عم نحكي شيء بيحفز المناعة. عم نحكي عن صنف في إذا عندنا مثلا حرقة بالحنجرة أو شيء هذا هو الزعتر اللي هون. هذا بس نحط المي ريحته كتير حلوة. هذا زعتر أول واحد الملون. أول واحد زعتر بري. هذه هيك الزهرة. أوكي. مثل الزعتر اللي احنا بنشوفه. هيدي زهرة الزعتر بيقطفوها وهي على فكرة أفضل شيء بالزعتر كله. بس هذا نوع زعتر ما بعرف عنه يا مثلا ما بيروح. موجود هو زعتر اللي احنا نستعمله بلبنان. بلبنان بس أوكي. هالزهرة. أوكي. نقطفها ومن يبسها. نفس الزعتر. 100% في حد البرغاتي هذه نوع من المريمية مثل ما قلنا موجودة بس بتركيا. ها فيها خصائص كتير حلوة بتقوي جهاز المناعة. اللي عنده اكتئاب كتير بتفيده. في لها خصائص جدا حلوة ضد الاكتئاب. فينا نستعملها لتسريع عملية الهضم. جدا انا شخصيا هذه المفضله عندي يعني مريمية. والزعتر انا بخلطهم مع بعض بحط البرغاتي مع زعتر بشرب من الكوب. بس نحكي لافندر عم نحكي هو باسم اللافندر هيك شيء ريلاكسيشن. هو بحد ذاته بيعمل ريلاكسيشن كثير بيساعد على النوم. اشخاص بالليل مثلا قبل ما يناموا بيشربوا كوب منه بيريق بيروق الجسم بيروق الاعصاب بيهدي الاعصاب بينظف الجهاز الهضمي من بعض الرواسب الكيميائيه له هذه الافاده. هذا في عندنا نوعين منه نحن عم نشوفه على الهواء هون. هو اول اللافندر العادي وفي هيدا النوع ما بعرف حيبين على الكاميرا هيدا النوع هيدا لافندر بلو. الله خلقه هيك بلو بس نحطه بالماء هلا بصير ماي زرقاء بترجع بعد دقيقه دقيقتين بصير لون بني. اوكي. هالصبغه الطبيعيه الموجوده بقلب اللافندر مش انه شيء كيميكلز او شيء. بس عم نحكي اورجانيك اكيد ممنوع يكون فيه كيميكلز. اللالندي بالعربي زيفافون زيزفون صحيح. صار بيهم بحاول احفظها عشان تزبط. الزيزفون عنا بالمصطلح العربي. هيدي كتير منيحه نشربها بعد الغداء. نعم. نتغدى الوجبه بتكون وجبه دسمه بتساعد كتير على تخفيف الدهون من الجسم وبنفس الوقت بتخفف اذا في عنا نسبه مسكه غازات مثلا او شيء بتساعد كتير على هذا الموضوع. هيدي العشبه كتير اوريجينال كتير اورجانيكس
في ناس كتير تقدر تخلط اثنين مع بعض، يعني في عندنا كتير زباين مثلا بيحطوا الزعتر نقول مع اللافند، انا بدي شيء يعطيني قوي جهاز المناعه وبنفس الوقت بدي شيء يعمل لي ريلاكسيشن بالليل قبل ما انام. ونحن كنا بنعاني من القلق اصلا يعني للاسف. في شغله كتير حلوه انه هودي بيضاينوا 4-5 سنين، يعني شيء ما محطوط مواد حافظه ابدا. ما ممرششين اي مواد كيميائيه، بس عم نحكي اورجانيك اكيد، ما في كيميكالز، مش ما ممرششين مبيدات مثل معظم انواع الشاي موجوده بالسوق. فهذه هي النقطه الاساسيه. هلا على الهواء حنحاول نمشي ستيب باي ستيب على وسط مية السخنه لشوف انا كيف بدك تستعملهم. هلا ما بعرف مين له قلبي يغطهم بالمي يعني قد ما حلوين، بس هلا بالمي بتلين احلى وريحتهم كثير كثير حلوين. بدنا نشوف اذا طيبين. لا اكيد، خاصة ما عم نعتمد السكر يعني. أكيد. اجمالا اكثر اشخاص ما عم يعتمدوا السكر، فان تكون العشبه طيبه بال 100% شغله مهمه 100%. تب سريع نحن نتساءل شو هالمصفية الازاز وشو هال الكافر الازاز. هذا الكاب الخاص بالاورجانيك تبع الشاي. ها مصفية ازاز، يعني احنا بس نحط فيها تين، احنا فينا نعمل خلطات بالبيت. في ناس بتحط قرفه مع زنجبيل مع شاي اخضر مع شاي اسود، عاده بنزلها بقلب العلبه او الكبايه 100%. عاده بنغلي بنحطهم بمصفيه بنرجع بنصفيها، وهيك ما بيطلعوا طيبين يعني انفيوجن بدها تكون عم تنحط بالمي السخنه وتنترك لفتره 100%. هلا نحن الكاب بدنا نحكي على كاب الاورجانيك سبيشال مثل ما بيقولوا، خلينا نحكي على الكاب العادي بالبيت. هيدي بتنحط كتيبس هيك وبتندلق المي السخنه. اوكي، مثل الساشي العادي وراح الكاب لتحت لحاله هني مثل الساشي العادي زعلان منه تستعمل. صحيح 100% مثل الساشي. نحن بس بيهمنا تكون تغطى العرق كله. ذاتس ات. هذا البلو لافندر، هلا بتعطيها دقيقه دقيقتين بتلاقيها بطريقه سحريه. فتحت بترجع بتنعم عم تعيش النبته بنفس الوقت، وبنلاقي صار لون ازرق. ومن اول ما بلشت تحط مي بين على الكاميرا انه تغيرت. صح، بلش ياخذ اللون الاوريجينال تبعه للبلو، بيرجع بيتحول للبني. هيدي البورغاتي انا كنت عم شدد عليها لانه فعلا عشبه نادره وعشبه كثير مهمه يعني. قد ايه سخنه هالمي يا نشتي؟ قد ايه سخنه هالمي؟ وين الباقيين يا نشتي؟ يلا ما مشكله هيدي زهرة البورغاتي، خلينا نقربها شوي عشان نشوف انا وياكي مع بعض. خلينا نحطها على جنب. هي المي مش سخنة كفاية. مش مشكلة، بس هو بالنهاية بيحل يعني بطريقة شوي بطيئة منها مش كثير. قد ما لحق. الكهرباء ضعيفة شكلها وشي. anyway، هيدي نحن بنحطها بنتركها 3-4 دقائق بقلب المي، بنشيل الستيك وبنرجع بنشربها. هلا فينا اعطي تيبس انا مثلا، فينا هيدي هي الستيك بحد ذاتها، بنشيل الورقه بنحطها بالمصفايه. هلا معظم الناس يمكن ما عندهم هيك كبايه، بس انه اذا عندهم كاب ثاني بيتركوا العرق بقلب المي اذا بدهم وبيشرب، ما في داعي يشيلوها. ما عندنا شيء رواسي، بس ما بيزعج العرق مثل ما هو بقلب المي يعني. لا ابدا، فينا نكسه مثل ما هو نحطه بقلب المي بلا مصفايه 100%. يعني في ناس بتحب تشيلها بعد فتره ما، بس اللي بيحب يخليها فيه خليها 10 دقائق ربع ساعه او لوقت ما يخلص من الكاب اللي عم يشربه، يعني ما في اي مشكله ابدا. نايس. سو اوريجينال هيلثي كثير، يمكن اكثر شاي موجود صحي موجود هلا بالسوق عندنا هون. اسعاره هلا خلينا نحكي شوي على الاسعار، في ناس ممكن تتساءل انه شوي جديد وكثير اورجانيك وكذا شو ممكن يكون سعرهم. نحن عم نحكي عن كل علبه بقلبها 20 ستيكس، يعني 20 خلينا نعتبر 20 ظرف. أوكي. ظرف كاستيكس 20 كبايه يعني 100 حق 25000 او تقريبا بحدود ال 17 دولار. هذا السعر الطبيعي وبيوصل على البيت مثل عادي. اكيد توصيل وين ما كان بلبنان. هلا قريبا حتلاقوها كثير كافيز والمطاعم الفايف ستارز بلبنان والفور ستارز كلهم عم ينزلوا منها. هلا عم نعمل ديلز، فحتلاقوها بالمطاعم، حتلاقوها ببعض السوبر ماركتس، وبالوقت الحالي متوفره بس عند الاورجانيكا وفين يطلبوها بتوصل عندهم على البيت. وبرات لبنان مثل ما على طول بنقول $15 الشيبينج فيز. كل هالباكجينج مهضوم كمان. لازم يكون لازم يبين شو في بقلب العلبه، حرام يعني اكثر من هيك ما فينا نقول. هيدي عشبه كثير مميزه ولازم تبين شو في بقلبها من جوا. يعني بتنحط بالمطبخ انا عندي حاططها بقلب المكتب عندي. ايه ديكور اكثر. حاططها ككولكشن وريحتها كثير 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 حلوه. وعلى فكره كمان تيبس احسن قبل ما انساها، بالنسبه للزعتر في ناس عندهم شوي بتسكر من خيرهم عندهم الرشح الخفيف، بس يحطوها بقلب المي ويشربوها يشموا في ريحه الزيوت العطريه اللي بتطلع منها كثير مفيده للناس اللي عندهم مشاكل بالساينس. جدا جدا مفيده.
لافاند ولا بالليل ما تاخذوه بالنهار بيعمل نوع من ريلاكسيشن. هلا هون يعني عندنا اربع انواع. اربع هن خمسه بس وحده نسيتها بالمكتب. طيب شو هي بس؟ البلو لافاندر هي عشان هيك لقيت معي ستيك وانبسطت. صحيح هيدي البلو لافاندرز هي ال بس لو المي سخنه يلا ما بتجي يعني شوي شوي عم بيحلوا بياخذوا معنا اكثر من 12 دقيقه. فاذا نحن خلينا نرجع بس نشوف شو معنا على على الطاوله هون. اربع سريع. انواع الخامس بنشوف خمس بقلب الكبه. صحيح عندنا البلو لافندر، عندنا البورغاتي، عندنا اللافندر العادي، عندنا الزعتر ثايم، وفي عندنا اللالندي زي زفون. زي زفون. هودي هلا الكاموماي جاي فيري فيري سون، حيجي الكاموماي على لبنان. بدنا شي شهر تقريبا بيوصل من المانيا. في كثير ناس لا خلا بس نحكي الاورجانيكا صار عندنا نوع من الشعار اورجانيكس. ما عندنا شيء كيميكال، ما عندنا شيء مضر، ما عندنا شيء ابدا ممكن يؤذي اي انسان من عمر صفر لعمر 100 ان شاء الله بعد عمر طويل. اذا المي لازم تكون سخنه. مي سخنه اكيد. يعني مي غير عالم الشاي عالم الاعشاب لازم تكون سخن. بنحطها بالكبايه وبعدين بنحطها العشبه ان شاء الله. هلا حاله الجيم تكون سخنه المي اكثر. في انا اغليها يمكن على النار بس انه هيك ما في داعي. خلي الغلي الاعشاب على النار بيقتل كل شيء في قلبها زيوت عطريه. اوكي هذه تيب او يعني منيح لي ذكرتي الموضوع. دائما بس نعمل اعشاب خلي الاعشاب تروق بقلب مي سخنه، خلينا نقول درجه حراره 100 بس ما تنغلى. صحيح لانه كمان بعد الاعشاب بتطلق سكر معين ما ببين لما بتكون عم تغليها، بس عم تلاقي انفوجن هيك اي شيء بدنا نشربه دائما نحطه ما نغليه مع بعض، نغلي المي نحطهم بالكاب، نحط العشبه نتركها 3 لـ4 دقائق وبنشربها. وقد ما فينا نبعد على الامور اللي فيها كيس الورق. كيس الورق بقلبه نايله عشان يلحم، فهذه كمان تيب زياده عن الموضوع. شكرا لك فراس عيطاوي الاورجانيكا، اكيد رح يكون لنا كل اربعه ان شاء الله مواعيد قادمه. هلا واقفه وبنرجع نتابع نحن وياكم اللايف، خليكم معنا.